نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأكيد أنه اليوم الكتابة المكلفة بالنقل، الكتابة الدولة المكلفة بالنقل، وزارة التجهيز والنقل، وأيضا اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، كلهم واعيين بأنه الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الوطنية 2017-2026 لا يمكن أن تصل إلى أهدافها إلا بإشراك جميع الفاعلين المرتبطين بمجال السلامة الطرقية. وإحنا اخترنا عن وعي أن تكون عندنا شراكة مع المؤسسات التربوية والتعليمية، ومنها الجامعة ديال محمد الخامس وأيضا كلية ديال العلوم التربية، على أساس أنهم يواكبوا الوزارة في الإطار العلمي الدقيق والمعطيات الصحيحة والدقيقة، على أساس أننا نفككوا العناصر ديال العنصر البشري اللي هو مؤثر في المجال ديال السلامة الطرقية وفي الحوادث ديال السير، وباش نفكوا خصنا خلال دراسة اللي هي اجتماعية ودراسة سوسيو اقتصادية ودراسة نفسية وأيضا دراسة المجال، والجامعة هي المحضن الرئيس لهذا المجال. فاليوم في إطار إذن التربية والسلوك، في إطار هذه الندوة الدولية واليوم الوطني للسلامة الطرقية 18 فبراير، حاولنا أننا نجمعوا ثلة من الخبراء والفاعلين على أساس أنهم يناقشوا هذه المدخلات الرئيسية ديال المجال ديال السلامة الطرقية من خلال مختلف الإشارات التربوية والمجتمعية والسلوكية، وأيضا من خلال توفير الوسائل البيداغوجية الضرورية، على أساس أننا نحضروا برنامج مستقبلي أنه يكون متكامل باش ينفتح على الصغار ولكن أيضا على الكبار في إطار التكوين المستمر والتوعية والتعيين. فإذا هذا اليوم هو من الأيام اللي عندنا مبرمجة في الخطة وفي الاستراتيجية الوطنية، على أساس أنها تكون مدخل من المدخلات ديال السلامة الطرقية. شكرا لكم.